أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أول شهادة لعلامة تجارية صوتية في المملكة لصالح شركة الاتصالات السعودية، وذلك وفقا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول بها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد الرحمن الصريخ، وهو مدير إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية. أستاذ عبد الرحمن، حياك الله معرف، يا هلا. يا أهلا وسهلا أخي مفرح، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. يمكن تكون من المصطلحات الجديدة علينا العلامة صوتية تجارية، احنا تعودنا على العلامة التجارية العادية. وش هي، وش الفرق بينها وبين العلامة التجارية الشكلية؟ صحيح أخي مفرح، في البداية إذا تسمح لي بس بتكلم عن العلامة التجارية بمفهومها العام قبل ندخل في العلامة الصوتية بالتحديد. العلامات التجارية هي أحد مجالات الملكية الفكرية والتي تتبع للهيئة السعودية للملكية الفكرية بجانب عدد من المجالات مثل النماذج الصناعية وبراءة الاختراع وحق المؤلف وغيرها من المجالات. المملكة لها باع طويل في حماية العلامات التجارية، وهي كانت ولا زالت تولي موضوع حمايتها اهتمام كبير جدا. والجدير بالذكر بأن أول علامة تجارية قدمت وقبل طلب تسجيلها ومن ثم حمايتها كانت قبل ما يقارب 80 سنة، وكان حينها النظام المعمول به هو نظام العلامات الفارقة. النظام المعمول به الآن مثل ما تفضلت في البداية هو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو لائحة التنفيذية. النظام في مادته الثانية عرف بأن العلامة التجارية هو اللي تأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو عناصر تصويرية، وأيضا النظام أجاز في المادة نفسها اعتبار العلامة الخاصة بالصوت كعلامة تجارية. جميل. الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير عدد من الخدمات سواء من جوانب تقنية أو تشريعية أو السياسات الخاصة بتلك الخدمات، وكانت العلامة الصوتية أحد تلك الخدمات التي حظيت بالاهتمام. تم العمل عليها ومن ثم تطويرها ومن ثم إطلاقها وفتح استقبال طلبات التسجيل الخاص بها. وكان أول طلب تسجيل تم تقديمه وقبوله ومن ثم تسجيله وحمايته هي علامة تعود لأحد الشركات الوطنية. بالعودة لسؤالك ومفرح، الفرق بينها وبين العلامة الصوتية العلامة التصويرية، طبعا العلامة الصوتية هي التي تميز المنتج أو الخدمة من خلال الوسائل الصوتية أو المرئية، ويجب أن العلامة الصوتية هذه تتخذ شكل أو ترتيب واضح ينشئ في ذهن المستمع اقتران الصوت بالسرعة والخدمة. يعني أعطيك مثال بسيط، يمكن ما راح نسوي دعايات يعني، بس نأخذ على يعني علامة يا هلا أو برنامج يهلا والعلامة التجارية الخاصة ببريطانيا الخليجية. الآن من الممكن المتلقي يكون في أحد زوايا المنزل ويسمع مقدمة برنامج يهلا بدون أن ينظر للقناة أو المقدم، يعرف أن البرنامج هذا خاص في يهلا، فهنا اقترنت العلامة الصوتية للبرنامج في هذا البرنامج والسرعة والخدمة. جميل، واضح. أستاذ عبد الرحمن الصريخ، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في يا هلا. المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين ضيفي بعد هذا الفاصل.